خلونا نشوف هذا الفيديو. هذا الفيديو لطفلة، ومنقلكم طفلة حتى أوصف لكم إياها حطوا لها 1000 خط أحمر. هاي البنية من مئات وآلاف البنات اللي بعمر الزهور، والحالات اللي نشوفها وتخلينا نفكر بألف تفكير سلبي مع الأسف من القلق والخوف، وتراودنا مشاهد مرعبة وإحنا نشوفها، وعدنا آلاف من التساؤلات نتساءلها وهو عن البنية اللي ما يتجاوز عمرها 11 سنة. شنو مصيرها بهالعالم المظلم؟ ها؟ شلون اهلها قبلوا انه بنتهم اللي عرضهم شرفهم تشتغل بنص الشارع؟ الكل شبي، كل شبي الكبير يتجنب هذا الشارع خوفا على نفسه. وهي شلون؟ وين راحت؟ شلون قعدت؟ اكلت؟ شربت؟ وين نامت؟ وين راحت؟ ويا من راحت؟ خاصة أكو بعض من الناس عندهم أمراض نفسية طبعا تجاه الفئة العمرية بالذات، وشفنا قصص هواي هواي من اغتصاب أطفال وبيع أعضاهم البشرية. بلا إنسانية ولا رحمة ولا ضمير. أدري معقولة الأهل ما يخافون على بنتهم؟ ما يخافون على هذه الطفلة؟ تاركينها بالشارع؟ الجشع معقولة يوصل إلى هذه المرحلة؟ معقول؟ الله أكبر. يضحون ببتهم اللي مصيرها اليوم مجهول وباكر وعقبه، وإذا راحت بطريق غلط طبعاً المجتمع راح يلومها وينعتها بأبشع الكلمات الجارحة، وبكل تأكيد براسها طبعاً المشكلة هي، من دون ما نعرف شلون صارت المشكلة وشنو سببها، وهي صار بيها هيج، وهي ليش صار بيها هيج اصلا. كل التفاصيل اللي وصلتها لهذا الحال ما نعرفها، لا نطلق الحكم بسرعه وجزافا. والمصيبه الاكبر انه اهلها اول الناس يتبرون منها، اول الناس اهلها اللي وصلوها لهي المرحله هم اول الناس يتبرون منها. وخلونا نفترض الطفلة يتيمة، مسؤولية الحفاظ عنها، مسؤولية الحفاظ عليها مسؤولية من؟ مسؤوليتنا؟ مسؤولية الدولة؟ مسؤولية المجتمع؟ ما أكثر الحالات بهذا الشارع وهم معرضين للخطر بكل أنواع، والموت والقتل وبنسبة 100%. هالبنية وغيرها يا عم المفروض بيدها لعابها قاعدة تحلم لابسة فستان حلو وتسمع قصة عن الأميرات وبشعرها وردة، وإذا نريد نسولف وياها ونحكي نقولها أنت أحلى بنوت بالدنيا وأجمل من سندريلا. على قولة زميلنا الشاعر محمد عسل يقول: حلم طفلة بدنيا كلش حلوة صارت من خلت من الأوادم، الرحمة نثية وبينا بارت، والبخت بس للمظالم، وبصبرها الروح ماتت لو تذل أطفال آدم. طفلة تشحذ بيد جادت عمية عيون الدراهم، على رصيف خدود نامت شذبت عليها المكارم، برد قذلتها يتهافت بالشتاء مثل المآتم، طفلة ومن البرد لاذت بين دخان العوادم، حلم صفنتها المدارس وحمرة خدود العرايس، وبيها حيل أحلام فارت بدنيا ما مش بيها واتم.